الريجون الثالثه من النورمال لاترالز هي الباروتيد ريجون، واهم الكونتنتس اللي قاعده فيها هي الباروتيد جلاند. الباروتيد جلاند ده ذا لارجست سليفري جلاند ان ذا هيد اند نيك. المكان بتاعها فين بالظبط؟ ادي رسمه سريعه للهيد اند نيك. ده ديت الاوريكل وده الاكسترنال اوديتوري ميتاس. العضله ديت عضله كبيره في النك، بتقسم النك لتو هافز، انتيرور ترانجل وبوستيرور ترانجل، ورايحه حتى الانسرشن بتاعها في الماستويد بروسيس. العضله دي بيسموها استرنو كريدو ماستويد، واسم الشهره بتاعها استرنو ماستويد. من هنا العضله اللي احنا خدناها احدى عضلات الماستيكيشن، وكانت عضله اساسيه في الباروتيد ريجن، واسمها الماسيتر ماسل. في الركن الفاصل بين الماسيتر ماسل من قدام والاسترنوماستويد من ورا والاكسترنال اير من فوق كانت الباروتيد جلاند اعلى. هنقول البوزيشن اوف ذا باروتيد جلاند. تقع الباروتيد جلاند في الركن الفاصل زي ما قلنا بين الماسيتر والاسترنوماستويد. هي من فوق كانت بتحاول تصل الى الاكسترنال اوديتوري ميتاس، فاصطدمت بالماستويد بون والزيجوماتيك ارش، لقت عظم من فوق راح جايه نازله، رجع لتحت قالت تشوف الدنيا سالكه، لقت عظم تاني الانجل او زمان ده بول من تحت، يبقى عظم من فوق وعظم من تحت، قالت سيبنا من فوق وسيبنا من تحت، نطلع قدام لقت عضله، رجعت ورا لقت عضله، ركبت قدام على العضله اللي اسمها الماسيتر، وركبت من ورا على العضله اللي اسمها الاسترنوماستويد. بالشكل ده اصبحت هذه الجلاند محشوره في الركن الفاصل بين الماسيتر من قدام والاسترنوماستويد من ورا، الاير من فوق والانجل اوف ذا ماندبل من تحت. ده كان البوزيشن اوف ذا باروتيد جلاند. شكل الباروتيد جلاند شكلها ويدج شيب، لها اثنين اندز، ثلاثه بوردرز وثلاثه سيرفيسز. هيبانوا ازاي؟ ادي عندي الجلاند. الجلاند كمنظر عام لما ابص لها من اللاترال فيو الاقيها بيراميدال ان شيب، لو خدت سيكشن فيها وبصيت الاقيها انها ويدج ان شيب. الجلاند لها ابر اند بتبقى برود اند وايد، وبتبقى النوت شيد لان المنطقه دي اللي بتلف حوالين الاكسترنال اوديتوري ميتاس، اما اللور اند اوف ذا جلاند فكان بوينتد او تابرنج وبتوصل الى الانجل اوف ذا ماندبول. الباروتيد جلاند لها انتيريور بوردر، الانتيريور بوردر ده كان خارج منه الباروتيد داكت. لها ايضا من ورا بوستيريور بوردر، احنا قلنا ثلاثه بوردرز، انتيريور بوردر وبوستيريور بوردر. الميديال بوردر انا مش هقدر اشوفه من اللاترال فيو لان اللاترال فيو مداري عليا، هشوفه لما اخد سيكشن فيه، من خلال هذا السيكشن فانا هشوف البوردر الثالث اللي اسمه الميديال بوردر. وللباروتيد جلاند ثلاثه سيرفيسز، السيرفيس الاولاني اسمه انتروميديال سيرفيس، محدود بين الانتيريور بوردر وبين الميديال بوردر. السيرفيس الثاني اسمه بوستروميديال سيرفيس، محدود بين البوستيريور بوردر وبين الميديال بوردر. السيرفيس الثالث اللي هو ناحيه بره ناحيه اوت سايد هو سوبرفيشال، بيسموه لاترال او سوبرفيشال سيرفيس. على هذا الاساس كان الجلاند لها اثنين اندز، ابر اند ولور اند، ثلاثه بوردرز، انتيريور بوردر، بوستيريور بوردر وميديال بوردر، لها ثلاثه سيرفيسز انتروميديال، بوستروميديال ولاترال سيرفيسز. طيب بالنسبه للريليشن اوف ذا جلاند، ريليشن اوف ذا جلاند يعني ريليشن لايتش بارت من البارتس ديت، يعني ريليشن اوف ذا سيرفيسز، ريليشن اوف ذا بوردرز، ريليشن اوف ذا اندز. ناخد رقم واحد ريليشن اوف ذا سيرفيسز. احنا قلنا ان في عندي ثلاثه سيرفيسز، اللاترال سيرفيس رقم واحد اللي هو السوبرفيشال سيرفيس. اللاترال سيرفيس ريليتد عندي لثلاث حاجات، اول حاجه السكين والفاشيا اللي مغطيين الباروتيد جلاند. ثاني حاجه كان نيرف اسمه الجريت اوروكولار نيرف، وطبعا احنا عارفينه قبل كده، ده كان واحد من الكيوتينيوس نيرفز اللي بتغذي ايه الفيس اند سكالب، طالع من سي 2 و3، وايضا سوبرفيشالي يعني على اللاترال سيرفيس بعض من السوبرفيشال باروتيد ليمف نودز راقده على السوبرفيشال او اللاترال سيرفيس. بالنسبه للانتروبيديال سيرفيس الريليشنز بتاعته، عظمه وعضلتين، عظمه هي الريمس اوف ذا ماندبل، عليها من بره الماسيتر ماسل وعليها من جوه الميديال تيروجويد ماسل. طب البوسترو ميديال سيرفيس، البوسترو ميديال سيرفيس ريت للحاجات الاتيه، اول حاجه الكاروتيد شيز، والكاروتيد شيز ده يحتوي على الانترنال جاجلر فين والكومن كاروتيد ارتري واللاست فور كرينيال نيرفز، ده واحد. طيب البوسترو ميديال سيرفيس هيغير من الانترو ميديال سيرفيس، قال لك انت عندك عظمه وعضلتين، طب ما انا اطلع لنا كمان عظمه وشويه عضلات. العظمه طلعت صغيره هي الستايلوبروسيس، وبنتصل بيها بمجموعه من العضلات الصغيره بيسموها ستايلويد اباريتس،
اي حاجه ماسكه من الاستايلود ورايحه للاستراكشر، بس العضلات دي صغيره والعظمه دي صغيره، فالانتروميديال سيرفيس عاجز البوستروميديال، قالوا انا عظمتي كبيره، فالبوستروميديال سيرفيس جاب له عظمه كمان اكبر شويه عشان تعوض الحجم. العظمه ديت هي الماستويد بروسيس، وكان ماسك فيها عضلتين زي العضلتين اللي ماسكين فين في العظمه اللي قدام. العضلتين اللي ورا هي الاسترنوماستويد ماسك على اللاترال سيرفيس اوف ذا ماستويد بروسيس، والبوستيريور بيلي اوف دايجستريك ماسل ماسك على الميديال سيرفيس اوف ذا ماستويد بروسيس. دي كانت الريليشن اوف ذا ديفرنت سيرفيسز اوف ذا باروتيد جلاند. طيب ماذا عن بقيه الريليشنز؟ انا عندي في ريليشنز للاذر داتا. انا عندي في الابر اند، الابر اند اللي كانت برول اند وايد، اند وايد دي كانت قاعده مباشره تحت الاكسترنال اوديتوري ميتاس. انا عندي في بوردرز، انا عندي في انتيريور بوردر كان طالع منه الباروتيد داكت، كان لسه كانت في عندي كمان الابر اند اللي كانت قاعده تحت الاكسترنال اوديتوري ميتاس، كان طالع منها اربع حاجات. واحد كان في تمبرال برانش اوف فيشيال نيرف، ورا منه سوبرفيشال تمبرال ارتري اند فين، الارتري قدام والفين ورا، اما موست بوستيريور فكان الاوركلو تمبرال نيرف. يعني نقدر نقول ان النيرف من قدام ونيرف من ورا وفيزلز في النص، ونقدر نقول تاني ان النيرف اللي قدام كان موتور هو التمبرال برانش اوفيشال، والنيرف اللي ورا كان سنسوري هو الاوركلو تمبرال برانش. اما الفيزلز في ترتيبهم حيثما اجتمع ارتري وفين في الفيس في الارتري قدام والفين ورا. دي كانت الريليشنز اوف ذا ابر اند. طب ماذا عن الريليشنز اوف ذا انتيريور بوردر؟ الانتيريور بوردر اوف ذا باروتيد جلاند اهم ما يميزه الى ان خارج منه الباروتيد داكت. طيب طالع من الابر موست بارت اوف ذا انتيريور بوردر، طالع زي جوماتيك برانش اوف ذا فيشال نيرف، ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا ان ممكن يكون واحد ممكن يكون اثنين. طالع ايضا الترانسفيس فيشال ارتري، وده كان احد الارتريز اللي خارجه من السوبرفيشال تمبرال ارتري، وكان بيغذي منطقه السكين اوف ذا منطقه الفيس. طيب في بعد كده بنفس الترتيب في البكال برانش اوفيشال، احنا قلنا ممكن يا واحد يا اثنين، لو كانت واحد فوق واحد تحت. في بعد كده عندي المانديبولار برانش اوف فيشال، واخيرا طالع من اللور اند السيرفيكال برانش اوف فيشال. هذه هي مجموعه الاستراكشرز الريليتد للانس اند بوردرز اوف ذا باروتيد جلاند. طيب ماذا يوجد بداخل الباروتيد جلاند؟ Inside the parotid gland هلاقي ثلاثة important structures، وفي بعض من less important structures. The most important structure قاعد inside the substance of the parotid gland هو الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف وفي بعديه في الترتيب ده الموست سوبرفيشال، اما الانترميديت امبوزيشن فكان البوستيريو فيشيال فين، اما الموست ديب فكان الاكسترنال كاروتيد ارت. كيف يدخل ويخرج كل structure من الاستراكشرز دي؟ Inside the parotid gland اصلا في بعض كمان بعض من less important structures زي البروتيد او بيسموها deep parotid lymph node، وكان كمان جزء من الاوريكلو تمبرال نيرف. كيف يدخل ويخرج كل structure من هذه الاستراكشرز المهمه؟ نيجي للفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف اللي هو الموست سوبرفيشال structure يدخل الجلاند من خلال البوستروميديال سيرفيس، ويغادرها من خلال different directions من غالبا الانتيريور بوردر. طيب الاستراكشر الثاني اللي هو الانترميديت امبوزيشن كان البوستيريور فيشال او الريترومانديبولار فين، كان دخل الجلاند من خلال الابر اند، وانسايد ذا باروتيد جلاند كان يتفرع للفرعين بتوعه وطلعوا من اللور اند. كان لسه في برضه عندنا الاكسترنال كاروتيد ارتري، ده كان دخل الجلاند من البوسترو ميديال سيرفيس وطلع من خلال الابر اند بيتفرع للفرعين بتوعه اللي هم السوبرفيشال تمبرال ارتري. و